والمرء يكون حزبه اللي وعينه على رغبات الكتلة المؤيدة له. هو كل واحد فعلا بيدور على مين اللي هيجيبه للحكم ويضمن له الاستمرار في الحكم وهم يلبوا هذه الرغبات. فهو لا جدال انه في الاول كان اللي يوصل للحكم هو العلمانية. والحقيقة مش الحكم بس، والحقيقة اللي يوصله للحكم واللي يوصله ايضا للحصول على الدعم الغربي. خلي بالكم يا جماعة انه الانقلابات اللي حصلت قبل كده بما فيها الانقلاب الصامت على أربكان كلها كانت ان ما كانتش التأييد غربي، فكانت على الاقل يعني نادم يعني يعني او غض طرف او يعني ما مش مانع يعني. فهو عاوز يضمن ان ده ما كانش هيحصل معاه، وعاوز يضمن انه التأييد جوه المجتمع التركي